السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلاً ومرحباً بكم في فيديو جديد. هناك الكثير من الحيوانات التي تمتلك قوة كبيرة، فالحيوانات على اختلاف أنواعها تتفاوت في مقدار قوتها، فالبعض منهم لديه قوة هائلة تمكنهم من رفع أو سحب أو حمل الأوزان الضخمة، والبعض الآخر قد يكون أصغر حجماً بكثير ولكنه أيضاً لديه قوة هائلة مقارنة مع حجمه. ومعنا في هذا الفيديو 10 حيوانات قوية جدا بشكل غير طبيعي موجودة بالفعل. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. الرقم 10. كلب البيتبول. البيتبول هو كلب هجين يتميز بقوة وشراسة كبيرة، وتخافه معظم الكلاب لشراسته، ويعد من الكلاب الوفية لأصحابها، وهي غالباً لطيفة مع الآخرين لكن أصحابها قد يضعونها في أماكن سيئة لتجعلها شرسة. وهو من أقوى كلاب العالم، وهجن هذا الكلب على أساس صيد الطرائد الضخمة كالخنازير البرية، لكن بعد فترة من تهجينه استخدم في نزالات الكلاب لقوته العضلية وقدرته على التحمل في القتال التي قد تصل لعدة ساعات دون توقف. واستخدم كلب البيتبول في مسابقات جر السيارات وجر العربات التي تحمل أشياء ثقيلة، وتم تسجيل كلب بيتبول استطاع جر عربة ذات حمولة تصل إلى 1280 كيلوغرام. فكلاب البيتبول كلاب قوية وصامدة وثابتة وفي نفس الوقت كلاب شجاعة. ورغم هذا فإنها متساهلة وهادئة، وابتسامة كلاب البيتبول وألعابها الطريفة قد عملت على تقريب واستمالة واستعطاف أصحابها وغيرهم إليها. وكلاب البيتبول صنفت عالميا بأنها أشرس كلاب في العالم وأقواها. الرقم 9. الكنغرو. الكنغرو هو حيوان جرابي ينتشر في أستراليا وغينيا الجديدة، ويمتلك الكنغرو أرجلا خلفية كبيرة وقوية وأقداما كبيرة تتكيف مع القفز، وذيلا عضليا طويلا لتحقيق التوازن. والكنغرو من الحيوانات التي تستخدم القفز كوسيلة للتنقل، وتبلغ سرعة القفز للكنغرو الأحمر حوالي 25 كيلومترا في الساعة، ولكن يمكن الوصول إلى سرعات تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة في المسافات القصيرة. ويمكن أن تكون المعارك بين حيوانات الكنغرو في أحيان كثيرة، مثل قتال الذكور للوصول إلى الإناث أو في أماكن محدودة للشرب. وتقاتل الذكور الأصغر في كثير من الأحيان بالقرب من الإناث في مراحل الشبق، وتبدأ باستعراض عضلات صدورها وأذرعها، ويتخذ أحدهما أو كلاهما وضعاً مرتفعاً مع قيام أحد الذكور بالتحدي من خلال إمساك عنق الآخر بقدمه، وكذلك التوازن على ذيولهم لركل بعضهم البعض. وقد تعمل هذه المعارك على إنشاء تسلسل هرمي للسيطرة بين الذكور، حيث شوهد الفائزون في المعارك يزيحون خصمهم من مواقع الراحة. الرقم 8. الغوريلا الشرقية. وتعتبر الغوريلا الشرقية هي أكبر أنواع الغوريلا، والغوريلا الشرقية هي برأس كبير وصدر عريض وأذرع طويلة. وتعيش الغوريلا الشرقية في مجموعات عائلية مستقرة ومتماسكة، حيث يصل عددها إلى 35 فرداً، ويقودها ذكر مهيمن ذو ظهر فضي، ويتحكم الذكر المهيمن بتحركات جماعته، فهو الذي يدلها على أماكن الغذاء المناسبة طوال العام، وهو كذلك يتوسط في النزاعات الدائرة بين أفراد الجماعة لفضها، بل ويحمي جماعته من اعتداءات الحيوانات الأخرى، فيتولى الذكر المهيمن حماية أفراد الجماعة عندما تهاجمها حيوانات مفترسة أو بشر أو غوريلات أخرى، حتى إذا ما تطلب الأمر أن يخاطر بحياته. وعندما تتلاقى مجموعتان من الغوريلا مختلفتان مع بعضهما، فإن قتالاً عنيفاً يندلع بين زعيمي المجموعتين، ويمكن أن يكون قتالاً حتى الموت، إذ يستعمل كل منهم أنيابه الحادة لطعن الآخر وترك جروح عميقة في جسده. الرقم 7. الجاكوار. الجاكوار أو اليغور أو النمر الأمريكي، هو أحد السنوريات الكبرى المنتمية لجنس النمور، والممثل الوحيد لهذا الجنس في الأمريكتين. ويعتبر الجاكوار ثالث أكبر السنوريات بعد الببر والأسد، ويتشابه الجاكوار والنمر بشكل كبير في مظهرهما الخارجي، والطريقة الأفضل للتمييز بين هذه الحيوانات هي عن طريق الرقة في فرائها، فالنمر يمتلك رقة طولية وردية الشكل، إلا أن الجاكوار مرقة بدوائر بنقط مركزية في كل رقطة، ويعد الجاكوار حيواناً مفترساً انتهازياً يصطاد عن طريق إنشاء الكمائن، بغض النظر عن نوعها أو حجمها. ويعرف عن اليغور عضته الفائقة بالمقارنة مع باقي أنواع السنوريات الكبرى، حيث يتفوق عليها جميعاً في هذا المجال، الأمر الذي يمكنه من افتراس الزواحف ذات الجلود الأكثر قساوة بما فيها السلاحف والتماسيح. ولليغور أسلوب قتل يميزه عن باقي السنوريات،
فهو دائما ما يعض رأس الفريسة بين أذنيها ليسقب جمجمتها ودماغها، مما يتسبب بنفوقها على الفور. ويمتلك الجاكوار قوائم قصيرة وقوية، مما يجعله بارعا في تسلق الأشجار والسباحة والتسلل. ورأسه مستدير ذو عضلات كثيفة تجعل من عضته فائقة القوة. الرقم 6. تمساح المياه المالحة. تمساح المياه المالحة هو أكبر أنواع الزواحف الحية. وتمساح المياه المالحة هو حيوان مفترس كبير ومفرط في أكل اللحوم، وينصب الكمائن لمعظم فريسته ثم يغرقها أو يبتلعها بالكامل. وهو قادر على التغلب تقريبا على أي حيوانات تدخل أراضيه. وعلى الرغم من خمولها النسبي، فإن تماسيح المياه المالحة هي مفترسات رشيقة، وتظهر خفة حركة وسرعة مدهشة عند الضرورة. وتصطاد تماسيح المياه المالحة أكبر مجموعة من أنواع الفرائس من أي تمساح حديث، حيث يغرق تمساح الصيد ويسبح بهدوء إلى الفريسة قبل أن ينقض صعودا ويضرب فجأة. وتماسيح المياه المالحة الصغيرة قادرة على اختراق جسمها بالكامل في الهواء بحركة تصاعدية واحدة أثناء اصطياد الفريسة، وأسنانها الحادة مناسبة تماما للإمساك بالفريسة وإحكام قبضتها، ويتم ابتلاع الفريسة الصغيرة بكل بساطة، بينما يتم جر الحيوانات الأكبر حجما إلى المياه العميقة وإغراقها أو سحقها. وتمتلك تماسيح المياه المالحة أقوى عضة من أي حيوان حي، فلديه أعلى قوة عضة مسجلة على الإطلاق بقيمة تزيد عن 16000 نيوتن. الرقم 5. الدب القطبي. الدب القطبي نوع من الدببة يتواجد في منطقة القطب الشمالي الممتدة عبر شمالي ألاسكا وكندا وروسيا والنرويج وجرينلاند. ويعتبر الدب القطبي أكبر ثدييات اليابسة اللاحمة حالياً، ويصنف مع الدب كودياك على أنهما أكبر الدببة بلا منازع. ولقد طورت الدببة القطبية نمطاً حياتياً أضيق بكثير من النظام الخاص بأقاربها، حيث أصبح الكثير من خصائصها الجسدية متأقلماً مع الحياة في بيئة منخفضة الحرارة، وللمشي على الجليد والسباحة في المياه المفتوحة وصيد الفقمات. وعلى الرغم من أن معظم الدببة القطبية تولد على البر، إلا أنها تمضي معظم وقتها بالبحر. وعند مقارنة الدب القطبي مع أقرب حيوان له الدب البني، يظهر بأنه يمتلك بنية جسدية أطول بالإضافة لجمجمة ورأس أكثر طولاً، وتأخذ المخالب شكلاً مقوساً على قسمها السفلي، وذلك كي تساعد الحيوان على الحفر في الجليد والقبض على الفرائس الكبيرة. ويمتلك الدب القطبي حاسة شم متطورة للغاية، فهو قادر على تحديد موقع فقمة على بعد 2 كيلومترا. الرقم 4. خنفساء الروث. خنافس الروث هي خنافس تتغذى على براز الحيوانات، ويمكن لبعض أنواع خنافس الروث دفن كرات روث تعادل 250 مرة من حجمها في ليلة واحدة. وتقوم العديد من خنافس الروث بتدوير الروث إلى كرات دائرية، والتي تستخدمها كمصدر للغذاء أو كغرف للتكاثر. وهناك أنواع مختلفة من خنافس الروث بألوان وأحجام مختلفة، وتتأثر خنفساء الروث بشدة بالسياق البيئي، ولا تفضل الطقس شديد البرودة أو الجاف، ويأكلون روث الحيوانات العاشبة والحيوانات آكلة اللحوم. وتبحث معظم خنافس الروث عن الروث باستخدام حاسة الشم الحساسة، وبعد التقاط الروث تدحرجه خنافس الروث وتتخطى به كل العقبات. في بعض الأحيان تحاول خنافس الروث سرقة كرة الروث من خنفساء أخرى، ويمكن أن تدحرج خنافس الروث حتى وزن 10 أضعاف وزنها، ويمكن أن تسحب ذكور خنافس الروث كرات تبلغ 25 ضعف وزن جسمها. الرقم 3. الحصان البلجيكي. ويعتقد تاريخياً أن الأحصنة البلجيكية كانت لها أسلاف شرسين ومدمرين في العصور الوسطى، وتم تربية الحصان البلجيكي في أوروبا بشكل انتقائي لتكون أكثر سمكاً وأثقل. وكان الاستخدام الرئيسي للحصان البلجيكي هو حصان المزرعة، وحالياً أطول حصان في العالم هو حصان جر بلجيكي يدعى بيبجاك، ولد في عام 2000 ويبلغ طوله 210 سنتيمترات. ولا تزال الأحصنة البلجيكية تستخدم كحيوانات عاملة، لكنهم أصبحوا أيضاً كخيول استعراضية وخيول متعة. والخيول البلجيكية قادرة على سحب أوزان هائلة، ففي معرض ناشونال وسترن في دنفر كولورادو، قام فريق من حصانين في فئة الوزن الثقيل بسحب 7700 كيلوغراماً على مسافة 218 متراً. الرقم 2. كبش الجبال الصخرية. كبش الجبال الصخرية كبير القرون هو أحد 3 أنواع من خراف الجبال في أمريكا الشمالية وسيبيريا، وسميت كباش الجبال الصخرية بهذا الاسم نسبة للقرون الكبيرة المنحنية التي تحملها الكباش الذكور.
والنعاج الإناث لها أيضا قرون لكنها أقصر مع انحناء أقل. وتشتهر كباش الجبال الصخرية بالتناطح الشديد فيما بينها، فقد تقوم الكباش الكبيرة بالتناطح مع بعض الأشياء أو الحيوانات الأخرى. وذكور الأغنام ذات القرون الكبيرة لها تيجان قرنية كبيرة ومتضخمة وحواجز عظمية داخلية، وتعمل على حماية الدماغ من خلال امتصاص تأثير صدامات التناطح. وتحدث معظم التناطحات الشديدة لكباش الجبال أثناء التنافس على التزاوج، وتظهر الكباش الكبيرة سلوكاً عدوانياً، فعندما يتنافس اثنان فإنهما يبتعدان عن بعضهما البعض، ثم يلتفتان لمواجهة بعضهما البعض قبل القفز والارتطام بتناطح الرأس. ويمكن أن تسبب قرون الكباش في كثير من الأحيان أضراراً من الاشتباكات المتكررة. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعاً لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. الرقم 1. حيوان وحيد القرن. يعتبر أفراد عائلة وحيد القرن من أكبر الحيوانات الضخمة المتبقية، حيث يمكن لجميع الأنواع أن يصل وزنها إلى طن واحد أو يتجاوزه. ويمتلك وحيد القرن قرناً واحداً أو قرناً على الجمجمة من الكيراتين، مع قرن أمامي أكبر يبلغ طوله عادة 50 سنتيمتراً أو أكثر. وتعد قوة وحيد القرن في جلده السميك وفي قوة قرونه الهائلة، والتي تكون فعلياً مخيفة للكثير من المفترسات. ويمكن لوحيد القرن محاربة كافة الحيوانات بواسطة قرنه، وقد يرفع وحيد القرن أثقل الأشياء بسهولة شديدة. وشوهد وحيد القرن وهو يخيف الكثير من الحيوانات المفترسة، وكذلك تحطيم ومهاجمة السيارات والأشياء في كثير من الأحيان. فإذا كان وحيد القرن في مزاج متعكر قد يسبب أضراراً بالغة لكل ما يجده في طريقه. وقرون وحيد القرن على عكس الثدييات ذات القرون الأخرى تتكون فقط من الكيراتين. شكراً لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعاً، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.